بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة بلاك بيوتي للصف الثالث الإعدادي. القصة دي من القصص الجميلة والقصص السهلة. تعال نشوف مع بعض الفيديو ده الأسئلة المتوقعة في امتحان السنة دي إن شاء الله. أول سؤال من الأسئلة المهمة في القصة: Who was Farmer Gray؟ مين كان Farmer Gray ده؟ Who was Farmer Gray؟ فإحنا لما نيجي نجاوب هنقول إن Farmer Gray ده was the first owner of Black Beauty. هو كان أول مالك لبلاك بيوتي. ده من الأسئلة المهمة، فارمر جراي. السؤال الثاني من الأسئلة برضو المهمة: Why did Ginger often bite or kick؟ ليه جينجر ساعات كانت بتبايت وتكيك، يعني كانت بتخبط كده برجليها وتخبط الناس؟ لأن الناس ما كانوش عاطفين أو ما كانوش طيبين معاها. Because people weren't kind to her، ما كانوش طيبين معاها. Weren't kind to her، خلي بالك يعني الإجابة ثلاث كلمات: weren't kind to her. Why did Jordan and his wife call the horse، ليه سموا الهورس بلاك بيوتي؟ الإجابة سهلة جدا، كلمتين: he was smart، عشان هو كان smart and handsome، عشان كان ذكي وسيم. Because he was smart and handsome، handsome يعني وسيم. سؤال من الأسئلة المهمة برضو في قصة بلاك بيوتي: What did the horses think of Pertwick Park؟ أو ليه كانوا بيحبوا Pertwick Park؟ Because it was a lovely place، عشان هو كان مكان جميل. And it has comfortable stables، عشان هي كانت فيها اسطبلات مريحة. خلي بالكم الحتة دي، يعني it was، ممكن نقول it was a big house with large fields، كان فيه fields عقول كبيرة، and comfortable stables، أو فيها اسطبلات مريحة. Who helped Black Beauty to learn to pull a carriage؟ مين اللي ساعد البلاك بيوتي ان هو يسحب العربية؟ His mother helped him. في الاول خالص كانت مامته هي اللي ساعدته. His mother helped him. السؤال ده من الاسئلة برضو المتوقعة في الامتحان: Why did Black Beauty stop on the bridge؟ ليه البلاك بيوتي وقف عند الكوبري ومرضيش يعدي؟ He knew، لان هو عارف it wasn't safe، ان الموضوع ده مش امن. And the bridge was broken، والبريدج كان مكسور، خلي بالك كان مقسوم يعني. السؤال ده برضه مسألة مهمة: ليه why did square jordan try to make black beauty cross the bridge؟ ليه square jordan كان عايز black beauty ان هو يعبر البريدج؟ لان هو ما يعرفش. هتقولي because he didn't know that the bridge was broken، ما كانش عارف ان البريدج كان مكسور. He didn't know the bridge was broken. لو الفيديو عجبكم وحسيت انك استفدت، ما تنساش تعمل لايك وشير لصحابك. شكرا والسلام عليكم.